لان هو نفسه مكبر لك الماسوره عشان يضمن ان مفيش اي سايل يرجع للموتور، يضمن ان اي حاجه ترجع للموتور تكون غاز، لان زي ما احنا كنا قلنا فيديوهات كتير قبل كده ان الموتور مصمم ان هو بيطرد غاز وبيسحب غاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نشحن ثلاجه، ولكن في الفيديو ده هيكون مختلف شويه. وده ليه؟ ده لان الموتور اللي معانا بيتشحن زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين بيتشحن بكام، بيتشحن بفريون 600، ولكن احنا مش هنشحنه بفريون 600، احنا هنشحنه بفريون 134. فدلوقتي واحده واحده مع بعض هنشوف ازاي هنقدر نشحنه. دلوقتي في الطبيعي اثناء شحن التلاجة وبيكون الموتور لو هو طبعا بفريون 134، ساعات كده كده اصلا وانت بتشحن ممكن التلاجة تكتم منك، ممكن يحصل فيها مشكله، فبرضو كده كده وارد ان انت وانت بتشحن دلوقتي مثلا بفريون ار 134 ولكن موتور ار 600 ممكن برضو تكتم معاك، ممكن يحصل مشكله، فبرضو ده مش سبب ان ما ينفعش نشحن، لا عادي ممكن تشحن، ولكن لازما برضو تتبع الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي واحده واحده. احنا في البدايه كانت الماسوره دي بفكناها عشان نطمن عن الموتور دلوقتي كبسه تمام ولا في مشكله، تمام؟ فدلوقتي لحمناها وشغلنا الموتور ونضفنا الشبكة اللي حضراتكم شايفينها دي، نضفناها، شغلنا الموتور ونضفناها كويس، طبعا ما كانش فيه فلتر راكب، قعدنا ننضف لحد ما اتأكدنا ان الشبكة دي ما فيهاش اي مشكلة، وبعد كده ركبنا الفلتر اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام. وبعد ما ركبنا الفلتر برضو نضفنا الفلتر شوية بان احنا شغلنا الموتور، وقعدنا نضغط هنا على الراجع قبل ما نلحمه شوية لحد برضو ما نضفنا الفريزر من الزيت ومن اي شوائب فيه، وبعد كده لحمنا. وزي ما انتم شايفين هنا كده دلوقتي احنا حاليا مفرغين الدايرة، يعني الدايرة حاليا ما فيهاش ولا هواء ولا رطوبة ولا اي حاجة، فهنشحن دلوقتي مع بعض ونشوف هنشحن ازاي. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين ادي الخرطوم الازرق وصل هنا على بلف الخدمة، وهنا برضو عشان تتأكدوا فريون 134. فدلوقتي اول حاجة هنعملها فهندي الاول دلوقتي التلاجة شوية فريون، هنفتح شوية مش هنفتح كتير برضو، بعد كده هنستنى دقيقة وبعد كده هنشغل التلاجة. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا شغلنا التلاجة دلوقتي مع بعض، المؤشر بينزل طبعا، لو المؤشر دلوقتي معاك نزل لحد مثلا سالب 30 معنى كده ان في مشكلة عندك، ولكن دلوقتي هو المفروض مثلا هينزل اخره سالب 20 لان مفيش فريون. هنبتدي نفتح واحدة واحدة، ولكن زي ما انتم ملاحظين المؤشر ما بيعديش عندي 30 واحدة واحدة عشان التلاجة ما تكتمش معايا. وبنقفل طبعا، بنستنى برضو شوية، واثناء كل ده طبعا بنمسك هنا الماسوره الطرد، بنشوف هل الماسوره دلوقتي انا الماسوره دفيت معايا، فمعنى كده ان الدايره مظبوطه وشغال ما فيهاش اي مشكله. وبرده هنا الشبكه بقت بدات تدفى، هنا المؤشر عندنا كام؟ سالب 10 كده، برده ما فيهوش اي مشكله. طبعا زي ما انتوا عارفين التلاجات بالاخص لما بنيجي نشحنها واحدة واحدة عشان ما تكتمش معانا. وبرضو يفضل هنا ان انت بتفتح التلاجة وبتسمع هل في صوت بخ للفريون ولا لأ، مش عارف دلوقتي انتوا سامعين ولا لأ، بس انا سامع دلوقتي كده كده في صوت بخ للغاز في قلب الفريزر، فمعنى كده برضو ان مفيش حاجة كتمت ولا في اي مشكلة. نفتح برضو نديها برضو شوية كمان، طبعا زي ما انتوا عارفين لازم هنا برضو الفلتر بعد فترة يكون دافي معانا وما يكونش ساخن جامد، يعني يكون دافي بس. وطبعا هنا الراجع
يعني بيسقع شوية، ولكن الكلام ده في آخر الشحنة. تعالوا برضو دلوقتي هنجيب البنسة الأمبير ونقيس نشوف الأمبير كام. هنا زي ما حضراتكم شايفين الأمبير كام، الأمبير 6/10، يعني الأمبير مظبوط ما فيهوش أي مشكلة. تعالوا نشوف العداد دلوقتي معانا كام. العداد دلوقتي 0، هنستنى شوية مش هنديها لحد ما نشوف هل الراجع هيكون فيه مشكلة. كده يعتبر برضو الشبكة كده كلها دافية معايا، والفلتر برضو كده مظبوط، درجة حرارته يعتبر معقولة. وطبعا تخلي بالك وانت بتشحن في بداية الشحن تحاول تجيب الثرموستات على اعلى درجة عشان وانت بتشحن ما تفصلش معاك، يعني جبناه دلوقتي اهو على 5 لحد ما نتأكد الاول من الشحنة، وبعد كده هنجيبها على اقل حاجة. وهنا عندي برضو لو انتم ملاحظين هنا الفريزر بدأ يشمع، هنا برضو العداد لسه زي ما انتم شايفين كده 0. برضو هستنى شوية مش هديها، يعني هستنى برضو 3 دقايق كده وبعد كده هشوف هل هي محتاجة غاز ولا لا. طيب دلوقتي هل لو التلاجة اشتغلت معانا وبقت تمام ومفيش اي مشكلة؟ طبعا كده كده انا مش اول مرة اشحن كباس 600 ب 134، ولكن انا بقول لك دلوقتي هل معنى كده ان هي مثلا لو اشتغلت معاك خلاص بعد كده مثلا نتغاضى عن ار 600 خالص؟ لا طبعا، الكلام ده احنا بنقوله لو انت مش موجود عندك فريون 600 وانت مضطر عادي ممكن تشحن ب 134 مفيش مشكله، ولكن لو انت موجود عندك فريون 600 نفس نوع الفريون اللي موجود للتلاجة والموتور طبعا يفضل ان انت تشحن بيه، واكيد طبعا هيكون افضل. ولو انت قررت ان انت هتشحن كباس 600 بفاز 134 لازم الاول تتفرج على الفيديو اللي انا هسيبه لك دلوقتي في اعلى الشاشة عشان تعرف ايه الاضرار اللي ممكن تلحق بالكباس لو انت شحنت كباس 600 بغاز 134. هنفتح نديها حاجات بسيطة، بس كده كفاية. حاول ان انت ما تستعجلش في الشحن، وبرضه ملحوظة هنا عشان تاخدوا بالكم منها، مش لازم عشان الشحنة تكون تمام ان الراجع هنا يتلج، لا بالعكس يفضل ان الراجع يعني هنا في الماسورة النحاس دي كده يكون الراجع هنا درجة حرارته نفس درجة حرارة الجو، او حتى لو مثلا سائع يكون حاجات بسيطة جدا، ولكن ما يكونش فيه تلج نهائي خالص لان ده يعتبر غلط، لان هو نفسه مكبر لك الماسورة عشان يضمن ان مفيش اي سايل يرجع للموتور، يضمن ان اي حاجة ترجع للموتور تكون غاز، لان زي ما احنا كنا قلنا فيديوهات كتير قبل كده ان الموتور مصمم انه هو بيطرد غاز وبيسحب غاز، عشان كده بننبه كتير ان انت ما ينفعش الموتور تشحنه سايل ولا حتى تخليه ان هو يرجع عليه سايل. طيب دلوقتي عشان نتأكد هل الفريزر بقى مظبوط ولا لا هنعمل ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين هتبل ايديك كده ميه حاجات بسيطه، وبعد كده هتحط ايديك المبلوله هنا وتشوف هل ايدك هتلزق ولا لا في المواسير كلها، وطبعا اخر المواسير زي ما انتم شايفين دلوقتي بنيجي نسحب اللي بيحصل بتبقى ايديك ماسكه، معنى كده ان الفريزر بقى تمام والشحنه مظبوطه. وهنا زي ما حضراتكم شايفين كده يعتبر العداد برضو على 0، الشبكه كلها دلوقتي دافيه معايا، وبرضه هنا الفلتر دافي وكويس، وبرضه الراجع مظبوط مفيهوش مشكلة. وبالنسبة هنا للأمبير كام؟ 5/10، برضه الأمبير تمام. وهنا برضه تشوف هل الكباس برضه ساخن ولا في مشكلة، يعني يعتبر ده الطبيعي مفيهوش أي مشكلة. وبكده نكون انتهينا من شحن التلاجة. وطبعا الفيديو ده انا عامله مخصوص ردا على تساؤلات فنيين كتير ان هو هل يجوز شحن الماتور ار 600 بار 134 ولا لا، وزي ما حضراتكم شايفين الفيديو ده كان اجابة على كل التساؤلات دي،
وأرجو أنكم تكونوا استفدتم معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.